الوزاري للحكومة الجديدة، وسوف تناقش هذه المسودة في جلسة. تشهد قضية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداح الأخيرة، والتي تحدث فيها عن دور المملكة العربية السعودية والإمارات في أحداث اليمن، تطورات لافتة ومتسارعة. وجديد هذا الموضوع كان إعلان السلطات السعودية يوم أمس عن طردها للسفير اللبناني من أراضيها وإعطائها مهلة 24 ساعة للمغادرة، بالإضافة لاستدعاء سفيرها وليد البخاري من لبنان ووقف استيراد كل الواردات اللبنانية. كمل الشطر التالي، كأنه علم في رأسه غارو جارو. وقد تفاعل عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب مع هذا القرار السعودي ضد لبنان، إذ أعربوا مجدداً عن استيائهم من تصريحات قرداح وعدم تراجعه عنها أو تقديمه استقالته تجنباً للأسوأ. ونذكر من النجوم اللبنانيين الذين هاجموا جورج قرداحي الفنانة اللبنانية إليسا، التي كتبت عبر صفحتها الخاصة على يوتيوب: جورج قرداحي، برقبتك مسؤولية بلد بكامله، من وراء تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطه ولا انتمائه. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندهم وترك لبنان بحاله، أنت وحكومتك ومحورك كله. انتوا وحشتوني قوي، وحشتوني قعدت كل. وأضافت: الشعب عن يدفع ثمن ناس بلا مسؤولية، نصبوا حال مسؤولين علينا، خربوا بيوت العالم وخربوا لبنان وسمعته ودوره بالمنطقة، وبعدهم عم ياخدونا بالقوة عحضن إيران. انتو بلا كرامة وبلا ضمير، لازم اليوم تستقيلوا. أما المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ فقد أكد تعليقاً على الموضوع أن السعودية وشعبها وقادتها خط أحمر، وكتب قائلاً: اللي ما يعرف حجمه الأيام تعلمه، والتاريخ قدامكم بدون ما أقول دول أو أشخاص. البلد محفوظة من رب السماء ومن بعد قيادتها الحكيمة وشعبها الأبي. في حلقة الليلة نفتح الباب على واحدة من القضايا التي نسمع عنها، ولكن معظمنا. هذا وكان أثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضجة كبيرة بتصريحاته التي تحدث فيها عن أحداث اليمن وعلاقة كل المملكة العربية السعودية والإمارات فيها. وفي التفاصيل، قال قرداحي في تصريحات مسجلة لبرنامج برلمان شعب الذي يبث على قناة الجزيرة في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟ في نظري هذه الأحداث اليمنية عبثية، يجب أن تتوقف. عن نفس مش عم يدافعوا عن نفسهم الحوثيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على أحد؟ يعني في نظري. ثم اعترضه مقدم البرنامج قائلا: الحوثيون يطلقون الطائرات المسيرة باتجاه الأراضي السعودية. فرد قرداحي: ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، وأنهم يقصفون بالطائرات. حان الوقت لهذه الأحداث أن تتوقف، لأنها عبثية.